يقول السائل سين عين ميم: الشيخ إذا نزل الجنين من بطن أمه بعد 4 أشهر، لكن الدكتور يقول بأنه ميت في بطن أمه من زمن طويل، هل تشرع الصلاة على هذا الجنين أم لا؟ ويكون الدم النازل في حكم دم النفاس فترة المرأة في الصلاة؟ نعم، الدم دم النفاس بلا شك، لأنه من يتعدى 81 يوم فإن الدم الذي ينزل بعد سقوطه يكون دم نفاس. وأما الصلاة عليه، نعم صلى عليه ما دام تم 4 أشهر يصلى عليه بناء على الظاهر، كلام الطبيب قد يكون واهما، لا تسقط الصلاة عليه. نعم.